الاستكمال دكتور سعد شلبي. دكتور سعد شلبي الحقيقة ما احتجنا له في آخر الشهور الأخيرة ديت، هو مع النادي من زمن طويل، مش عايز أقول من 20 سنة مثلا إذا ما كانش أكتر يعني، مع النادي ومستشار تسويقي للنادي الأهلي. الدكتور سعد شلبي هو مستشار التسويق مجلس الإدارة الحالي. دكتور سعد في الحقيقة يعني خبرته وثقافته والدكتوراه بتاعته خدمت النادي الأهلي كتير جدا. الوقت اللي اتواجد فيه الدكتور سعد بقى، احنا عندنا 3 شركات اتواجد فيه استثمارات كبيرة، فالدكتور سعد التوقيت ده الحقيقة قام بدور كبير جدا في ازاي التنسيق بين الـ3 شركات والتنسيق مع النادي الأهلي ومجلس إدارته. بس اللي أنا عايز أقوله برضو زي ما قلت على محمد مرجان، مخلص جدا الاثنين يعني، مخلص جدا في شغله، وبقى بيشتغل في النادي الأهلي كمدير تنفيذي دلوقتي، بس بيشتغل برضو بحب زي ما محمد مرجان اشتغل بحب. النادي الأهلي مبني على كده يا جماعة، فأنا بشكرهم الاثنين جدا جدا يعني.